الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ورفع السماوات بعظمته وبسط الأراضين بإرادته وسخر لنا الرياح والأنهار والبحار برحمته، فسبحانه سبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله ربي لا معبود إلا هو، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار تمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير يسبحه والوحش يمجده والموت يكبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم تقدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جبرا ويسطرهم والعبد ينسى وربي لا ينساهم. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا ومربينا وأملنا في الشفاعة يوم أن نلقى الله عز وجل، لما رأيت أنواره قد سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أراه إلا على قدري نور من الأرواح صلى الله عليه وسلم، نور من الأرواح في جسد من القمر كحلية نسجت من الأنجم الذهري. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن والاه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته وصار على نهجه وخط خطاه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، ومع اللقاء السادس من تلك السلسلة المباركة وتلك الرحلة المباركة إلى دار الآخرة، وقد تكلمنا بعدما بدأنا بحول الله وقوته في علامات الساعة الكبرى، وانتهينا في اللقاء الماضي من نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم الأرض بشريعة الله عز وجل. واليوم مع علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، وهو خروج يأجوج ومأجوج. فمن هم يأجوج ومأجوج؟ وكيف يخرجون؟ ويأجوج ومأجوج شر لا محالة قد اقترب. ويأجوج ومأجوج قصة مع عيسى عليه السلام. ويأجوج ومأجوج هم أكثر أهل النار لا محالة، ونختم سؤال واعتراض وجواب. فنقول بالله التوفيق، يأجوج ومأجوج، ما معنى يأجوج ومعنى ماجوج؟ العلماء قالوا يأجوج جاية من ماج، وماج معناه أي الطرف، الاضطراب والحركة السريعة تسمى ماج، جهل الأموال، أو مشتقة من أجيج النار أي التهابها واشتعالها بشدة، أو جاية من الأج وهي السرعة، أو جاية من الأجدة وهي شدة الحرب، وكلها مشتقات ليأجوج ومأجوج. وقد أورد لنا القرآن الكريم في سورة الكهف كما نحفظ أن يأجوج ومأجوج كانوا
قوم مفسدين في الارض، افسدوا الديار والعباد. وفي هذه الاثناء خرج ايها الاحبه ملك عظيم ملأ الارض عدلا وقسطا. كان ذلك في اول الخليقه قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. هذا الملك الملقب بذوالقرنين وقيل بأنه الإسكندر الأكبر والله أعلم، طاق الأرض شرقا وغربا. هذا الملك القوي شديد الشكيمة أعطاه الله تبارك وتعالى من كل الأسباب، فأتبع سبب، سبب العزة والقوة والمنعة والعلم والخبرة. كل هذه الأسباب وضعها الله تبارك وتعالى في هذا الملك الذي جاء وطاف الأرض بأكملها. وأخذ هذا الملك يفتح دولة بعد أخرى ويدخل أرضا بعد أرض، حتى وصل هذا الملك إلى قوم عجام ألسنة لا يكادون يفقهون قولا، لا يستطيعون أن يتكلموا باللغة التي يتكلم بها هذا الملك الصالح في القرنين. ولما وصل إلى هؤلاء حتى إذا بلغ بين السدين أي بين جبلين عظيمين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي عجية السنتين بحيث أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا باللغة التي يتكلم بها هذا الملك فيحتاج إلى مترجم. قالوا يا قرنين، عرفوا اسمه من شهرته العالمية، أخذ هذا الملك شهرة عالمية. قالوا يا قرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ انظر إلى الملك الصالح، الملك الموفق، ليس بكثرة جنوده وعدده وعدته وخبراته وعلمه، لا أبدا، وإنما كلما ازداد الإمام أو الملك أو الرئيس صلاحا وتقوى كلما زاده الله قوة وثباتا. هكذا كلما اقترب إلى الله عز وجل هذا الملك أو هذا الرئيس وكلما تواضع أمام الله تبارك وتعالى نصره الله لا محالة. وهذا ما أكده القرآن الكريم في قصة ذي القرنين، قال ما مكنني فيه ربي خير، بأشي قوتي بجنودي بالأمن المركزي بالأمن العام بالمخابرات العامة بالمخابرات العسكرية بالشرطة، لا 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 لا، كل هذه وإن كانت أسباب لكنها والله والذي أنزل القرآن على محمد لا تفعل شيئا إلا بإرادة من؟ الله عز وجل. انظر إلى التواضع، انظر إلى عظمة هذا الحاكم، انظر إلى مطواه لله وورعه وتواضعه وإيمانه وثقته بنصر الله عز وجل الذي يتقرر على لسانه في كل خطاب وفي كل مواجهة وفي كل صعوبات وفي كل اضطرابات، يقول ما مكنني فيه ربي خير. لكن ما تقعدوش تتفرجوا عليه، لا لا، مش معنى ما مكنني فيه ربي خير نقعد وندي حظنا ونحط ايدينا على خدنا زي الولاية ونقول هنعمل ايه، لا، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. لا يا حبيبي، انتوا عالم زي ما نقول كده كسال، انتوا ناس كسلانين، انتوا ناس عايزين السماء تمطر لكم ذهب وفضه وانتوا نايمين تحت البطاطين، لا، انتوا لو كنتوا رجاله
كنت زمانكم حصرتوهم وانتصرتوا عليهم، لكن انتم عايزين بدون عايزين النص، بدون تعب، بدون مشقة، بدون ما تشتغل. هذا الميت علم الأرض كلها وعلم هؤلاء القوم الذين كانوا بين السدين درسا عظيما يجب على البشرية كلها أن تعين. فأعينوني بقوة. قوم يا حبيبي اشتغل انت وهو. ما تجيش للدور وتقول لي اصل مفيش شغل ومفيش كذا. قم، هلا توكلت على الله واستعنت بالله وضربت الارض شرقا وغربا وسال؟ ولا عايز الشغل يجي لك وانت نايم تحت البطانيه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. لشباب الامه العاطل يقول لك مفيش عمل، مفيش شغل، لا قوم. قوم. لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. لكن انت اللي نايم، انت اللي عايز الشغل يجيلك لحد عندك بتليفون ولا على النت، ولا اقول لك تعالى يعني اتكرم عليا وتعالى اشتغل. لا، اعينوه بقوه. اجعل بينكم وبينهم رحمه. وبعدين اشتغلوا في الفعل ده. أي ربيهم بات ذو القرنين، أي ربي هؤلاء تربية جهادية عملية. ليه؟ للإصدار. مش هتيجي التنمية والإصدار كده واحنا نايمين. آتوني زبر الحديد. يا نهار أبيض، الناس المرفهة دول بتوع المسكاوين دول اللي بيقولوا لي يا ذو القرنين إن يجوج ومجوج من السلاح في الأرض هيشيلوا حديد؟ أيوه هيشيلوا حديد على الدفن. ومش بمزاجك، لأن الخطر جاي وجاي لك خلاص، حرين. خطر جاي، لأن هما دول ما يعرفوش أبو ما يعرفوش. بياكلوا الأخضر واليابس. يشيلوا الحديد. مجهود. ناس من رفاهية، ما بعدها رفاهية وبعدين كده، إلا ذكرنا يشيلوا حديد. يشيلوا حديد، وبعدها يشيلوا حديد. هاتوني زبر الحديد. ده مش بس كده، تقول لهم يلا روحوا اطمعوني خشب. من انحاء الغابات. هتعمل ايه؟ مولع نار. هتعمل ايه بالنار؟ هتسيح نحاس. يا نهار ابيض. هتسيح نحاس؟ طب ما كفايه الحديد. لا، ده انا هسيح النحاس كمان. هاتوني زبر الحديد. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. انفخوا بالنار. كل واحد يلا يجيب له هم يوقفه. شك شك. زي بالظبط كده داخل الكيل كده بالظبط. قال انفخوا فاذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. لو النحاس يبقى طبقه من الحديد ثم بعدها طبقه من النحاس عشان تبقى سميكه وقويه ومتماسكه بين السدين. بعدما حاصرهم ذو القرنين بين السدين اي بين الجبلين. بس كده؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ما عمل كده هيكون زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان ينظروه وما استطاعوا له نقبا. ليه؟ ايه السبب؟ اتقان العمل. اتقان العمل. أتقن ذو القرنين عملا واتقى الله عز وجل في عمله وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وسيحاسبه لا محالة. فعندما أتقن العمل ذو القرنين وفق بفضل الله عليه. خلاص دول مش هيعرفوا يطلعوا. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي. ده رحمة بيكم من ربنا. بس اعلموا ان رحمة ربنا ما نزلتش عليكم الا لما اخذتم بالايه؟ بالاسباب وتوكلتم على من؟ الله.
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. بعدها هذا الشاهد عندنا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، ثم يقول: وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفق في السور جمعناهم جمعا. هل يجوز ما يجوز محاصرون بين السدين الى يومنا هذا؟ نعم. وهذا في الحديث الصحيح الذي روته السيده ام حبيبه رضوان الله عليها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، يوما فزعا، وفي روايه اخرى كان نائما ثم فزع صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله، لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من فتح ياجوج وماجوج قبر هذه. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم باصبعيه هكذا: لقد فتح اليوم من ربم ياجوج وماجوج بقدر هذه. قالت ام حبيبه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، افنهلك وفينا الصالحون؟ افنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قصر الخبث، إذا قصر الكبائر والموبقات، الزنا والسرقة وقطع الطرق والقتل وغيرها، نعم، هذا إيذانا بقرب خروج يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أتلاقيهم وأفشائهم ذهبوا من كل حدث من السنين، واقترب الوعد الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، بأن يأجوج ومأجوج كل يوم من أول الصباح ينقبون في هذا السد الذي مكن الله تبارك وتعالى ذو القرنين في بنائه، حتى إذا وجدوا شعاع الشمس قالوا: غدا نكمل، غدا نكمل. فيأتون الغد فيجدونه متماسكا أكثر مما كان، حتى إذا أذن الله عز وجل بخروجه ينقبون حتى يروا شعاع الشمس، فيقول أحدهم: غدا إن شاء الله تعالى نكمل. فيأتون فيجدون ما حفروه فينقبوا ثم يخرجوا. فذا في ثلاثة أشياء بقدرة الله تبارك وتعالى. الأمر الأول واحد، أن الله عز وجل جعلهم ينقبون، أن يحفرون في السد نهارا فقط وليس نهار وليل، النهار بس. الأمر الثاني، أن الله عز وجل غيب على أفكارهم وأذهانهم أن يصنعوا سلما أو مصعدا يصعدون من خلاله ليرتقوا هذا الجبل ثم يخرجون. ده ما جاش على تفكيرهم ولا بالهم. أخفى الله تبارك وتعالى عليهم هذا الأمر على الإطلاق. فالأمر الأول أنهم يحفرون بالنهار بس وينامون الليل. الأمر الثاني، أن الله عز وجل أخفى عليهم أن يصنعوا سلما يرتقون عليه ثم يخرجوا. الأمر الثالث، أن الله لم يلهمهم بأن يستثنوا فيقولوا إن شاء الله إلا بعدما يأذن من؟ أذن الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، إن من كرم الله تبارك وتعالى على العبد أن يلهمه الله عز وجل، أن يلهم العبد بذكره. وإن شاء الله عز وجل.
يعيش في الأرض فسادا. أول نار هيقابلهم نار اسمه طبرية، دي الشروط كله بأكمله، لا يدع يابسا ولا أخضرا، يعيش في الأرض فسادا ويحكم في الأرض فساد وينشر القتل والهرع والمرض حتى يأمر الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام ما زال حيا كما قلت يحكم الأرض 40 سنة. الله عز وجل يوحي لعيسى عليه السلام أن يا عيسى لا طاقة لك وبمن معك من المؤمنين، وقد قلنا يمسح عيسى عليه السلام وجوه المؤمنين ويخبرهم بأماكنهم في الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يأمر الله عيسى أن يحفظ من معه من المؤمنين وهم وقتئذ قلة ليصعدوا إلى جبل الطور في سيناء. يأخذ عيسى أصحاب والمؤمنين ويصعدوا إلى جبل الطور لسيناء، تلك البقعة المقدسة المباركة التي كلم الله فيها موسى تكليما. ويظل عيسى عليه السلام بالمؤمنين فوق جبل الطور في سيناء في مصر المباركة حتى ياجوج وماجوج تأخذهم العزة بالاسم وتصل بهم درجة الفساد إلى أنهم يقولون لقد انتصرنا على أهل الأرض جميعا فهلموا لنحارب أهل السماء. يا نهار أبيض، هو كده سبحان الملك قال له أنفسهم فرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول له احنا انتصرنا وقهرنا أهل الأرض فهيا لنحارب أهل السماء. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرسل أحدهم حربته تجاه السماء، آلة الحرب اللي معاه، يظن إنه عايز كمان يحارب الملائكة ويحارب رب العزة عز وجل. شوف الفكر، شوف التكبر، شوف الاستعلاء، منتهى الكفر. فيرسل احدهم حربته تجاه السماء فتصعد بقدره من، ثم يرسل الله تبارك وتعالى هذه الحرب اليهم مره اخرى مخضبه بالدماء مليانة دم، فيصبحون ويهللون ويغنون ويرقصون ويتنادون لقد انتصرنا على أهل السماء وقتلنا ربنا. مش الإله اللي بيعبدوه ده أبدا ما خلاص، ولا يعلمون أن من خلال هذا الدم المخطب في رماحهم يخرج دودا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال هذه الدود يرسلها الله تبارك وتعالى تخرج من هذه الدماء تسمى النهر. هذا النهر أو النهر يصعد في أجسادهم حتى يصل إلى رقابهم فيموتوا في وقت واحد جميعا بقدرة من؟ يموتوا جميعا، حتى أن من قصة عددهم عدد رهيب رهيب رهيب. بعض العلماء، وهذا اجتهاد العلماء بما وصف بها شعبة، قالوا أنهم من الصين أقصى الشرق، وممكن يكون الصينيون الله أعلم، وهذا اجتهاد من العلماء إصار القامة وجوه صفراء وهكذا وكذا، ربما هم يمثلون خمس العالم الآن الصين، أعداد رهيبة 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 تنكفئ فوق بعدها حتى لا يسمع
عيسى عليه السلام ولا المؤمنين له صوت، فينتدبون احدهم اللي هو بنسميه الفدائي كده، الا يخرج رجل فيرى الامر. شوف الموضوع وصل لفين، الناس دي راحت فين، ولا عملوا ايه، ولا ماتوا، ولا حيين. فيخرج من بينهم رجلا يظن انه مقتول لا محال، هو ميت ميت، فيخرج فيجدهم اسسا هائله، فيكبر عيسى ويكبر المؤمنين. ثم ينزل عيسى عليه السلام من جبل الطور ليرى هذه الاعداد الهائله من الجثث، حتى اصابها النكد وفسدت الارض، واصبح ينبعث من تلك الجثث الكثيره ايها الاحبه رائحه كريهه جدا. فيظل عيسى عليه السلام هو والمؤمنين يدعو الله عز وجل ان يرفع عنهم هذا البلاء وان يطهر الارض. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فيرسل الله تبارك وتعالى طيورا ذات اعناق طويله كالبخت، ثم تاخذهم الى ما شاء الله، ثم يامر الله تبارك وتعالى السماء لتمطر لتطهر هذه الارض. وقد اخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان ياجوج وماجوج ايها الاحبه هم اكثر اهل النار. ياجوج وماجوج هم اكثر اهل النار في الحديث الذي رواه ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى ينادي ادم يوم القيامه: يا ادم اخرج بعث النار. فيقول ادم: وما بعث النار؟ ايه بعث النار؟ فيقول الله عز وجل لادم: من كل الف، من كل الف كم؟ 999. 999 من كل ألف هيدخلوا النار ويبقى واحدا. من كل 999 لا يبقى إلا واحد. طب وبعدين؟ ازداد غم الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم، اغتموا. من كل 99 واحد هيخش الجنة، من كل 1999 يدخلوا النار وواحد خشوا الجنة. اغتموا الصحابة: يا رسول الله يبقى حالنا إلى إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يطمئنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه يقول له صلى الله عليه وسلم حيث معناه: لا تخافوا، ما تخافوش، اوعوا تخافوا أبدا. ليه؟ لأنني أرجو من الله أن تكونوا رفع الجنة، فقد ضرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو من الله أن تكونوا ثلث الجنة، فقد ضرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرجو من الله أن تكونوا نصف أهل الجنة. اللهم آمين. ففرحوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ، أي أمتي يوم القيامة يومئذ، كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعددها هذا لا يقارن ولا يساوي شيء بعدد الأمم فيما قبلنا جميعا. وضف على ذلك عدد يأجوج ومأجوج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء جميعا سيكونون معظم أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمدًا.
كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ويصلح عليه امر الدنيا والاخره. له الحمد سبحانه حتى يرضى، وله الحمد سبحانه اذا رضي، وله الحمد سبحانه بعد الرضا، وله الحمد سبحانه في كل وقت وحين. ونشهد ان لا اله الا الله ملك الحق المبين، ونشهد ان سيدنا واستاذنا ومربينا واملنا في الشفاعه يوم ان نلقى الله عز وجل. نشهد بانه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الاحبه، سؤال يطرح نفسه: من الذي ابلس ابليس وشيطن الشيطان وجعله يعصي الواحد المنان؟ الواحد منا عندما يرتكب معصيه يسلم. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ يقول لك الشيطان. الشيطان يا شيخ جوال، الشيطان ضحك عليا، الشيطان وسوسني، ولرني كل ما نفعله على عاتق الشيطان، الشيطان، الشيطان. فنسأل أنفسنا، ومن الذي دفع الشيطان لمعصية الله وحده؟ لا شيء. من فوق الشيطان؟ هل للشيطان شيطانا آخر أقوى منه حتى جعله يعصي الله؟ كلا. فمن الذي جعل الشيطان يعصي الله؟ إنها النفس. نعم، النفس التي هي أقوى من الشيطان، لأن الله أخبرنا عن الشيطان بأن كيد الشيطان كان ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيف. أضعف من النفس؟ نعم، إذا ما وضعت النفس البشرية أمام قوة الشيطان فقوة الشيطان لا تساوي شيئا على الإطلاق، صفر على الشمال بجوار النفس. ولذلك عندما يحاسب الله تبارك وتعالى البشر يوم القيامة يقول الله عز وجل للنفس وللإنسان: اقرأ كتابك. لم يقل له كفى بشيطانك، وإنما قال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس التي هي أشد على الإنسان من الشيطان، النفس هي التي جعلت قابيل يقتل هابيل في قول الحق، فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولم يقل فوسوس له الشيطان بقتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه. النفس هي التي جعلت زليخة زوجة العبيد أن تراوغ فتاها عن نفسها، فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا رحمة ربي. النفس، نعم، النفس هي داعية كل شر. ولذلك ربما استطاع الإسلام أن يحطم الأوثان جميعا، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، وإله ونائلة وإساف ونائلة، لتحطمت الأصنام في قلوب المسلمين، وتحطمت في عقولهم التي وعد أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن النفس البشرية والكثير من المسلمين لم يستطيعوا إلى يومنا هذا، لم يستطيعوا إلى يومنا هذا أن يحطموا إلها يعبد من دون الله في كثير من دولنا الإسلامية
والعربية وبين أوساط المسلمين. أتدرون ما هو الإله الذي إلى يومنا هذا لم نستطع قهره ولم نستطع أن نتخلى عن عبادته؟ هي النفس والهوى، النفس والهوى، عبادة النفس. ولعلك لا تعجب عندما ترى المسلمين يقتلون بعضهم البعض، ما داعي للقتل؟ وما داعي للهرج؟ وما داعي للفوضى والفساد في الأرض؟ هي النفس، النفس التي تألهت. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه؟ قضى الله على علم وخطر على سمعه وبصره وشهوه، القلوب عليها غشاوة والسمع عليها غشاوة والبصر عليها غشاوة، حتى إننا لا نجد من يخرج علينا ليبرر الفساد في الأرض. حرق وتدمير وقتل وخروج على القانون، ويبرر البعض بأنهم عندهم حق ولهم حق. أصبح الفساد في الأرض أيها الإخوة عباد الله، تحتاج الأئمة وتحتاج المنابر وتحتاج وزارة الأوقاف أن تخرج بيانا للأئمة والخطباء بأننا نقول للناس إن الحرق والتدمير والقتل كل هذا ينتلك تحت قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هل المسلمون أصبحوا في حاجة إلى أن تقوم المنابر لتوعيهم وتعرفهم بأن ما يحدث هو الفساد لا محالة؟ نعم، عندما وجدت الوزارة أن البعض يبرر هذا ويعذر البعض ويعذر الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الهرج والمرج وتلك الفوضى التي فيها البلاد بين العباد ليس لها من دون الله كاشفة. ولكني دائما أقول تعاليم الإسلام وتعاليم سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه النفس الأمارة بالسوء المتألهة، عندما نجد شبابنا بعيدين كل البعد عن الله وعن كتابه وعن هديه وعن المساجد وعن الصلاة، حتى لا تكاد تنفعهم موعظة واعظ ولا كلمة إمام ولا نصيحة أب ولا نصيحة عاقل، أبدا أبدا. مؤلف نفسه اللي في دماغه نفسه اللي في دماغه عايز يعمله يبدي اللي بتعمله غلط، لا مش غلط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم ولكن لا تشعر، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا تشعر. وأنت لما تحرق مؤسسة ولا تحرق رقمت ولا تحرق مقر ولا تحرق كده بتصلح؟ كده بتحب البلد؟ كده أنت وطني؟ كده أنت ثوري؟ لا ورب الكعبة، ولكنها المؤامرة، ولكنها المؤامرة على الإسلام وليس على مصر كدولة. ورب الكعبة كما قال أحد قال جيوش أمريكا: إننا لا نحارب الدول كدول، وإنما نحارب الإسلام حتى يصبح إسلاما كما نريده نحن لا كما يريده الإسلاميون. أقول ذلك، يقول لك أنا بحارب مش دول، أنا حربنا في أفغانستان والعراق وغيرها ليس دول، وإنما محارب الإسلام
اسلام يدخل يصلي وبعدين يطلع يرقص، يصلي وبنته متبرجه، يصلي وبنته تطلع ترقص وتمثل، يصلي ويطلع الحج ويطلع يشتغل بالربا، يصلي وعارف ربنا يقول لك لا مفيش جهاد، جهاد ايه ده؟ جهاد ايه؟ جهاد ناس الناس الجهاد ده ايام النبي بس، هو ده الاسلام اللي عايزينه، جهاد اسلام مدر، اسلام مدر، اسلام بسلسله وانسياب، اسلام بشرط وفلنة، اسلام هو ده الاسلام اللي عايزينه، اسلام باهي، اسلام مفرغ من مستواه، اننا لا نحارب الدول كدول، وانما نحارب الاسلام حتى يكون المسلمين في دول الاسلام باسلامهم كما نراه نحن لا كما يرونه هم. ولذلك اللي كان الاسلام فاهم حقيقي ويدعو اليه دعوه حقيقيه هو الذي يحارب باسماء مختلفه، لكن عمره ما هيحارب مسلم علماني ولا ليبرالي ولا اشتراكي ولا شيوعي ولا بهائي ولا اي حاجه، هو مش اسلام، ده دول حبايبه، ده دول جنوده، دول جنوده اللي بيستغلهم واداه من ادوات اعداء الاسلام بيحاربوا بها امه الاسلام ليلا نهارا. اللهم هل قد بلغوا؟ اللهم فاشهد، احذروهم على دينهم، احذروا شبابكم وابناءكم، احذروا شبابكم وابناءكم ان تنطلق اقدامهم لان يقعوا فريسه لهؤلاء بالله. احدى السيدات اقسمت لي بالله العظيم، بالله العظيم، ان بعض الشباب جايين ياخدوا ابنها الذي لا يتجاوز 16 عاما بمبلغ 100 جنيه في 3 ساعات، مهمته ايه؟ ابو 15 16 14 سنه ده هياخد 100 جنيه علشان يقعد يحدث اسم البوليس بالطوب من بعد العشاء لحد الساعه 12 بس وتروح، وتاخد كام؟ اسمعها، تاخد كام؟ اقسم بالله هذا ما حكي لي، لصالح مين؟ ومين اللي بيدفع؟ ومين اللي بيتغامر؟ مين؟ من الذي يفسد الان في وقت مصر تعاني من ازمات اقتصاديه وبطاله وفقر؟ هنخرج من هذا النفق متى؟ الا بوعي. والله لن نخرج مما ابتلانا الله به من ذنوبنا، من ذنوبنا، من ذنوبنا، إلا إذا عدنا إلى الله وكان عندنا وعي مدرك، لأنني لا أبرئ تلك القنوات المحرضة، قناة من القنوات جايين شابين متلثمين إرهابيين، عشان تعملوا مهضة فاتحين يا أمة الإسلام، شيء يخرج الإنسان عن شعوره. ما تقولي سياسة والشاب بيتكلم في سياسة، لأن الله ما أرسل الرسل والأنبياء وما بعثنا إلا لمصلح الأرض، إلا لصلاح الأرض وتوجيه الناس إلى الخير والإصلاح لا إلى التخريب والتدمير والفساد. احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء الشيوعيون والشيعة والبهائيين والقبيانيين والاشتراكيين وكل هؤلاء اعداء لدين الله عز وجل، واعداء لاهل السنه والجماعه، واعداء للازهر وان تظاهروا بغير ذلك، واعداء لاي دين في الارض، لانهم يفصلون الدين عن شؤونهم خارج المسجد، شؤونهم الشيطانيه التي يريدون إسقاط الدولة لا لإصلاحها، وإنما ليتمكنوا أن ينشروا فيها مذاهبهم وأن ينشروا فيها دعارتهم وفسقهم. الله أسأل أن لا يمكنهم من مصر وشعبها وأرضها. اللهم لا تمكن الفاسدين من أرض مصر، اللهم لا تمكن المخربين من أرض مصر، اللهم لا تمكن المتآمرين على مصر من مصر. اللهم كل من أراد السوء لمصر اجعل كيده في بحره، اللهم كل من أراد السوء لمصر
مصر اجعل كي يوم في نحره وجمد الدماء في عروقه وتنزل الارض من تحت قدميه. اللهم افضحهم على رؤوس الاشهاد، اللهم افضحهم على رؤوس الاشهاد، اللهم افضحهم على رؤوس الاشهاد. اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم لا تحقق لهم غايه، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا ترفع لهم رايه. اللهم اسقط كل مذهب يخالف الاسلام، اللهم اسقط كل مذهب يخالف الاسلام، اللهم اسقط كل منهج يخالف منهج القران، اللهم اسقط كل منهج يخالف منهج القران، اللهم اسقط كل سنه تتعارض مع سنه سيد الأنام. اللهم احفظ مصر واهلها وشعبها، اللهم احفظ مصر وشعبها واهلها، ووفق ولاة امورها للعمل بما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة امورنا للعمل بما تحب وترضى، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم انصر ولي امرنا، اللهم انصر ولي امرنا، اللهم انصر ولي امرنا، وعينه على البلاء رب العالمين، ووفقه الى ما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا وغفرته، ولا مريضا الا وشفيته، ولا ميتا الا ورحمته، ولا عاصيا الا واديته، ولا تاركا للصلاه الا واديته للصلاه، ولا مانعا للزكاه الا واديته لاخراج الزكاه، ولا متبرجه سافره الا واديتها للحجاب. اللهم اغفر وارحم وتجاوز بعفوك ورضاك ورحمتك عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. امين امين امين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا.